حفل تكريم وحفل احتفاء، احتفاء لا أعتبره بشخصي يعني المتواضع، ولكن هو احتفاء بالعلم وبالمعرفة وبالبحث العلمي، واحتفاء بالمرأة الباحثة سواء والمرأة الجامعية كانت أستاذة أم طالبة تشق طريقها في درب البحث والعلمي. ونحن يعني في بلدنا لسنا معتادين على يعني الاحتفاء بعمل الأستاذات الجامعيات والباحثات يعني في مجالات مختلفة، لهذا أحيي اتحاد العمل النسائي فرع الدار البيضاء على هذه المبادرة يعني الراقية والفريدة، ويمكن أن أقول أنها الأولى يعني من نوعها، لأنه كما قلت عهدنا أن نحتفي بالأشخاص بعد قربهم من التقاعد، يعني بعد مرور سنوات من العمل، وهنا يكون الاحتفاء بالمنجزات ولكن أيضا بسنوات العمل. لماذا أقول التجربة؟ لأنها احتفاء بالعمل ولا شيء إلا العمل. نعم هو عمل بصيغة المؤنث، وهذا أيضا يعطي ميزة لهذا الاحتفاء. بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن نستفيد ما أمكن ومن إيجابياته، وأن نقلص قدر المستطاع سلبياته أو مخاطره أو تهديداته، يكون يجب يعني الجواب هنا هو بوضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي مبنية على النوع الاجتماعي. هذه الاستراتيجية الوطنية هي وحدها الكفيلة لضمان أن يبقى المغرب وأن يعزز مكانته كقوة إقليمية، هي البوابة الوحيدة للوصول إلى تعزيز مكانة المغرب على المستوى الإقليمي، ولكن أيضا انخراطه في هذا السباق الدولي المحموم وعلى مستويات عديدة من أجل الذكاء الاصطناعي. التخصص يعني في مجال الذكاء الاصطناعي بدأته منذ منتصف التسعينيات عندما بدأت الاشتغال على التكنولوجيا بشكل عام، وبدأ هكذا يعني البحث في مجال التكنولوجيا قادني بعد سنوات إلى البحث في مجال الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وفي كل مرة كنت أزداد اقتناعا بأن الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية، والآن بما أن الحديث الآن على التنمية المستدامة، فالوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة هي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. والمسألة ليست اختيار، المسألة هي ضرورة تفرضها التحديات الداخلية وأيضا تفرضها التحديات الخارجية، لا سيما منذ 2020 عندما نقلتنا الجائحة إلى عالم الذكاء الاصطناعي، ليس فقط العالم الرقمي ولكن إلى عالم الذكاء الاصطناعي. تحليل البيانات الصعبة واستثمار هذه البيانات في التعليم، في الصحة، في العمل، في السياسة، في صناعة القرار الاقتصادي وصناعة القرار يعني السياسي وصناعة القرار في كافة المجالات. فيعني كل مرة كنت أصل إلى نفس النتيجة، أن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومواكبة هذا التطور كيف؟ بوضع استراتيجية وطنية، أكرر هذا وأؤكد عليه، هي يعني البوابة الوحيدة للانخراط وللحفاظ على مكانة المغرب كقوة إقليمية، بل أكثر من ذلك تعزيز مكانته أيضا دوليا. اتحاد العمل النسائي دائما يحتفي بالنساء، لسنا فقط النساء اللواتي استطعن أن يكسرن كل القيود ويصلن إلى مستويات دولية وأيضا إقليمية وأيضا على الصعيد الوطني، ولكن كل النساء المغربيات هن جديرات بالاحتفاء. الأستاذة فاطمة رومات هي من النساء المجدات واللي في مجال اللي مازال بكر تقريبا، ومجال اللي
يندر فيه تواجد النساء، لذلك وهي عضوة أيضا في اتحاد العمل النسائي، فبالتالي يشرفنا كثير أننا نحتفي بها، يشرفنا أكثر أن نحتفي بكل النساء، وإحنا عندنا لائحة ديال تنجمعوا لائحة النساء اللواتي اقتحمنا مراكز البحث العلمي ليس فقط على المستوى الوطني ولكن المستوى العالمي، في نازا، في مراكز البحث في ألمانيا وأيضا في فرنسا، في كل المواقع. فبالتالي هذا شرف لنا أكثر ما يكون شرف للأستاذة، وأيضا حضور ديال خبراء أساتذة خبراء في هذا المجال هو أيضا تكريم للأستاذة وتكريم للاتحاد العملي وتكريم كل النساء المغربيات وكل الباحثين والباحثات في هذا المجال اللي لا زال يحتاج إلى مزيد من الصبر، لأنه مجال اللي أيضا رغم كل المجهودات ورغم التطور التقني والعلمي هو أيضا فيه نفحة ذكورية، وبالتالي يحتاج إلى العمل ديال النساء والرجال المقتنعين بأهمية المساواة بين النساء والرجال.